في الضفة الغربية يواصل الاحتلال الصهيوني حملات اقتحامات واعتقالات في معظم المدن والبلدات هناك. وأفادت مصادرنا أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 25 فلسطينيا عقب اقتحامها بلدة قراوة بني حسان في محافظة سلفيت. كما شن الاحتلال حملات اقتحام مماثلة طالت مخيم الفوار جنوبي الخليل وبلدات أخرى في المحافظة، إضافة إلى اقتحام مدينة أريحة من عدة محاور وبلدة عقربة جنوبية نابلس، حيث أقدمت هناك على تفجير منزل عائلة الأسير أسامة بني فاضل قبل اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية. وأفادت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية عن اعتقال الاحتلال 30 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة منذ الليلة الماضية، كما أقدمت قوات الاحتلال على محاصرة مسجد في حي المصايف بمدينة رام الله واعتلاء قناصيها أسطح المنازل في مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة. للحديث حول آخر التطورات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين ينضم معنا من هنالك مراسلنا محمد سمرين. محمد، إذن اقتحامات في مخيم الفوار في الخليل وأيضا في جنوبي نابلس في عقربة، ما هي آخر التطورات لديك؟ نعم، يعني استمرار لهذه الاقتحامات والمداهمات التي يمثلها جيش الاحتلال في مناطق الضفة الغربية. الليلة يعني كان التركيز في هذه الاقتحامات على مناطق جنوب وجنوب شرق مدينة نابلس وبالتحديد بلدة عقربة، حيث وعند منتصف الليلة الماضية قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وأغلقت جميع مداخلها ومنعت الدخول والخروج إليها، ثم حاصرت منزل عائلة الأسير أسامة بني فضل والذي يتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية إطلاق نار قبل نحو 3 أشهر في بلدة حوارة، وأسفرت هذه العملية عن مقتل 2 من المستوطنين، وكان صدر قرار من الاحتلال بهدم هذا المنزل. قوات الاحتلال قامت بتفجير المنزل وأجبرت عائلة الأسير والعائلات التي تسكن في المنازل المجاورة على إخلاء هذه المنازل تحت البرد الشديد وبعد منتصف الليل، ثم قامت بتفجير المنزل. أثناء اقتحام قوات الاحتلال للبلدة كان هناك مداهمات لعدد من المنازل وتم اعتقال أكثر من 15 شابا من بلدة عقربة. أيضا كان هناك الليلة الماضية اقتحامات في مناطق الخليل في مخيم الفوار وبلدة بني نعيم وبلدة يطا وكذلك في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل. في بني نعيم كان هناك مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز تجاه الأهالي، كما تم مصادرة عدد من السيارات للفلسطينيين في هذه البلدات. في شمال الضفة أيضا وبالتحديد في بلدة قراوة بني حسان إلى الشمال الغربي من مدينة سلفيت، قوات الاحتلال داهمت نحو 50 منزلا في هذه البلدة وأجرت تحقيقا ميدانيا مع العشرات من الشبان قبل أن تعتقل 6 شبان من هذه البلدة. في مدينة القدس المحتلة أيضا في مخيم قلنديا شمال المدينة، قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم صباح هذا اليوم واعتقلت أحد الشبان. أيضا كان هناك اقتحام لضاحية السلام في الشمال الشرقي من مدينة القدس المحتلة. تزامنا مع كل ذلك تواصل قوات الاحتلال تقطيع أوصال المدن والقرى والبلدات الفلسطينية من خلال الحواجز المنتشرة بين هذه المناطق، أيضا بوضع السواتر الترابية والبوابات الحديدية التي تغلق مداخل معظم القرى الفلسطينية. نعم، شكرا لك مراسلنا من الضفة الغربية والقدس المحتلتين محمد سمرين.